للتعليق على الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب السياسي اليمني الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين سيد نبيل. يعني مع تقدم الجيش اليمني والمقاومة في محافظة صعدة والعديد من محاور القتال ضد الحوثي، يعني بماذا تفسر إفشال ميليشيا الحوثي لاتفاق السويد؟ اتفاق السويد هو اتفاق تجزئي ومحصور بنطاق مدينة الحديدة وما حولها فقط، وبالتالي المعارك لا زالت مستمرة في صعدة وفي صرواح وفي دمت وفي بعض المناوشات في تعز وبعض الجبهات، وبالتالي اتفاق الحديدة هو لا زال حتى الآن رغم الخروقات التي تحصل بين فينة وأخرى، لكن هناك ضغط دولي كبير وخاصة ضغط بريطاني عقب إرسال الجنرال الهولندي باتريك إلى المدينة للإشراف على وقف إطلاق النار وتنفيذ الخطوتين التاليتين فيما يتعلق بانسحاب القوات من وسط المدينة وعودة انتشار قوات الأمن فيها، وبالتالي لا زال الوضع كما هو، ليس هناك جديد فيما يتعلق بمسار الحديدة. يعني سيد نبيل، يعني هل هناك من زال يعول على حل سياسي مع الحوثي؟ الحل السياسي هو حل مستحيل في هذه اللحظة بالذات وحتى مستقبلا. الحلول السياسية مع جماعة تتمترس بالعنف وانشئت على العنف وأفكارها أفكار عنفية يستحيل أن يحصل سلام معها، لكن هي ربما خيار ضرورة بالنسبة لجماعة الحوثي في هذه المرحلة. هي لجأت لتكتيك بعد خسائرها الكبيرة والهزامها، وبالتالي حاولت وبفعل وجود تواطؤ دولي واضح وخاصة من قبل البريطانيين باتفاق مع الإيرانيين فيما يتعلق بميناء الحديدة، وحاولوا إنقاذ الجماعة الآن من خلال هذه الهدنة الهشة التي لا أجزم أنها ستستمر طويلا، لكن الحل الوحيد مع هذه الجماعة هو المسار العسكري والعسكري فقط. هل يمكن ربط بين ما تتلقاه ميليشيا الحوثي من هزائم وبين انتشار الألغام الأرضية في اليمن؟ الألغام الأرضية هي أكبر تحدي حقيقي يواجه الجيش والمقاومة الوطنية. الجماعة ربما ارتكبت جرائم حرب من درجة الأولى فيما يتعلق بزراعة الألغام. بعض الإحصاءات تشير إلى أن هناك أكثر من 500 ألف أو 600 ألف، يعني أكثر من نصف مليون لغم تم زراعته في مختلف الجبهات والمناطق التي مرت بها جماعة الحوثي، وبالتالي أكبر كارثة تواجهها اليمن اليوم هي مسألة الألغام. والكارثة أيضا والجريمة الكبرى والألغام هي من ضمن الأشياء المحرمة دوليا استخدامها ومحظورة من قبل القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بجرائم الحرب، وبالتالي هناك ألغام أيضا مموهة على أشكال أحجار وعلى أشكال أشجار أيضا وطرق غريبة ومتعددة لصناعة الألغام بحيث أنها تمثل خطرا حقيقيا ويهدد، وهناك ضحايا تسقط يوميا من المدنيين في عموم المناطق التي مرت منها نعم. بما أن الحوثيين يعرفون بأن المدنيين هم أكثر من يضر من هذه الألغام، إذا هل يتقصدون زراعة الألغام لإضرار المدنيين؟ لكن هناك قضية وتعدي واضح فيما يتعلق بهذا السؤال. هي جماعة عنفية ترتكز على مفهوم طائفي عنصري، ترتكز أيضا على عقيدة عسكرية قتالية، وبالتالي لا يهمها حياة الناس ولا يهمها المدنيين بقدر ما يهمها تحقيق انتصارات عسكرية أو إلحاق الأذى بخصومها بأي طريقة وبأي وسيلة كان. لا يخفى أيضا أن هذا النوع من الإجرام في زراعة الألغام وتفخيخ المنازل وتفخيخ الطرقات هي معروفة سياسة عسكرية إيرانية تم تدريبهم عليها في الضاحية الجنوبية في بيروت وأيضا وفي دمشق وفي حتى وفي العراق من قبل بعض الفصائل والميليشيات الحشد الشعبي التي دربت مجاميع من جماعة الحوثي في هذا السياق. نعم أستاذ نبيل، يعني مع الأنباء التي تتحدث عن تزويد إيران بأجهزة أكثر تطور لزراعة الألغام، حديث الأمم المتحدة أيضا بأن ألغام الحوثية البحرية تشكل خطر على نقاط الاتصال البحرية، يعني الألغام هذه التي يقوم الحوثي بزرعها تدعمه إيران أيضا بعملية الزراعة،
وضعها في المياه الإقليمية اليمنية، تهديدها لنقاط الاتصال. كيف ستؤثر هذه الألغام والسلوك الذي ينتهجه الحوثي على مستقبل اليمن، سواء الاقتصادي أو الإنساني؟ مستقبل اليمن والواقع اليمن على امتداد 4 سنوات من الحرب لا شك أنه مستقبل معتم، يعني من خلال تدمير البنى التحتية للبلاد، من خلال تدمير الاقتصاد، من خلال انهيار كل معالم وسلوك ومعالم الدولة في اليمن. نحن أمام واقع سيء للغاية جدا بفعل تصرفات هذه الميليشيات، ليس فقط فيها على هذا المستوى، إنما أيضا على مستوى علاقة اليمن بجيرانه في الخليج أو جيرانه في القرن الأفريقي، وفيما يتعلق أيضا بتراجع مكانة اليمن وارتفاع الأخطار المخاطر التأمينية فيما يتعلق بالسفن في البحر الأحمر وخليج عدن. نحن أمام إشكالية خطيرة فيما يتعلق بالمستقبل الذي يحيط اليمن جراء هذه سياسات هذه الميليشيات الإجرامية التي أسقطت الدولة في اليمن. الأستاذ نبيل البكيري الكاتب السياسي اليمني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.